ننتقل وإياكم إلى زميلنا رعد الرقاد وزملائنا في قافلة برنامج يوم جديد الموجودين في السلط الآن في متحف أبو جابر، متحف بيت أبو جابر. رعد يعطيك العافية. نعم، أنت موجود صحيح في الله متحف. يعافيك يا زميلة داما. رعد موجود في متحف بيت أبو جابر صحيح؟ وين موجود؟ نعم موجود ببيت متحف بيت أبو جابر، متحف السلط الأثري أو التاريخي. يعني هاي الأجواء الجميلة وعدسة الزميل محمد المبيضين بمخرجنا الرائع سالم الخوالدة، مناظر جدا رائعة من جبال السلط الأبية، جبال السلط الشامخة دائما يا دامة. طبعا عين ساحة العين اللي احنا موجودين عندها الآن بمتحف السلط التاريخي المعروف ببيت أبو جابر قديما. هذا المتحف الرائع جدا، راح يكون معنا مدير سياحة البلقاء الأستاذ الدكتور إبراهيم المصري للحديث أكثر عن هذا المتحف وأيضا عن السياحة في محافظة موقع السلط ومدينة السلط. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. أول شيء برحب فيكم في مدينة السلط، هذه المدينة العريقة بتاريخها وأهلها، هذه المدينة التي شكلت مزيجا بين المعاصرة والماضي العريق، وكانت العاصمة السياسية الأولى لإمارة شرق الأردن، وحملت ثقل البلاد في بعدها السياسي والاقتصادي إبان الفترة العثمانية. وأيضا هذه المدينة التي رسمت بأحرف من معرفة أول مدرسة ثانوية تخرج منها كبار قيادي الدولة. من شارع الحمام هذا الشارع تعاقبت أجيال فاق عددهم سكان العاصمة عمان إبان فترة ازدهارها نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، إلى شارع الخضر، هذا الشارع الذي يحمل رمزية دينية بتناغم سكانه من مسيحيين ومسلمين، وبيوت غلب عليها طراز معماري بلون أصفر، صورة جميلة لطالما ارتحلت إلى سائر أنحاء الدولة الأردنية. دعني أقول شيئا أخي، ربما تكون مدينة السلط المدينة الوحيدة بين مدن المملكة التي تضم عددا كبيرا من البيوت والمساجد والكنائس التي يزيد عمرها عن 100 عام بطراز معماري مميز، وربما يتجاوز عدد البيوت التراثية في وسط مدينة السلط 1000 مبنى في دائرة لا يتجاوز قطرها 2000 متر، وهذا عدد لا أظن أنه يتواجد حاليا في أي مكان آخر من مدن المملكة بعد أن طغى العمران على التراث ومسح ذاكرة المدينة الأردنية. سيدي هذا المكان اللي احنا فيه موجود، هذا ساحة العين، طبعا أخذ اسمه من أعين الماء اللي كانت موجودة هون. هذا المكان طبعا شكل أكبر 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 تجمع سكاني في شرق الأردن بعد بناء السرايا عام 1869، وأيضا شكل أكبر تجمع ديني بعد إعادة ترميم المسجد السلط الكبير. طبعا احنا هنا طبعا في مدينه السلط اطلقنا عده مسارات سياحيه. نحكي عن المسارات السياحيه اللي اطلقتها وزاره السياحه. نعم. واهم المسارات السياحيه الموجوده الان. سيدي طبعا بمبادره من وزاره السياحه والاثار قمنا بمسارات سياحيه، وهذه المسارات هي مسار الوئام، مسار الحياه اليوميه، والمسار التعليمي. هذه المسارات التي اثبتت نجاح الخطط السياحيه بوضع مدينه السلط على خارطه التجوال السياحي، وساهمت وأسهمت في انغماس الزائر بتفاصيل جمالية باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى، وأسهمت أيضا في 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 إطارة فترة إقامة الزائر، وبالتالي هذا ينعكس على طبعا السياحة بشكل عام وتنشيط الحركة السياحية في مدينة السلط. دكتور إبراهيم، أيضا تحدثنا عن متحف السلط التاريخي، عن تاريخ هذا المتحف والموجودات الموجودة داخل هذا المتحف والقطع الموجودة، يعني تحدثنا بشكل أوسع عن متحف السلط التاريخي. نعم، هذا المتحف أو هذا المبنى تم اختياره ليكون متحف السلط التاريخي بناء على أهميته من عدة قيم مترابطة المعاني. فمن الناحية التاريخية هذا المبنى يعرض تاريخ ثقافة وفلكلور مدينة السلط في الفترة الممتدة ما بين منتصف القرن 19 وبدايات القرن 20، وهي الفترة التي شهدت فيها المدينة ازدهارا سكانيا عمرانيا تجاريا وتعليميا. طبعا هذا المبنى تاريخيا يرتبط بشخصيات العصر البارز وعلى رأس جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول وإقامته في هذه الغرفة. طبعا أقام جلالة الملك طبعا في هذا المكان. من الناحية المعمارية هذا المبنى
أهم ما يميز موثوقيته وعراقته وأصالته فهو لم يتغير منذ إنشائه قبل حوالي قرن من الزمن. فواجهته الأمامية كما ترى هي غنية بالتفاصيل الحجرية المتقنة للنافذ، بالإضافة إلى التصميم الداخلي لهذا المبنى حيث يتكون من فضاءات استخدم في تسقيفها الأقبية البرميلية والأقبية المتقاطعة متقنة البناء. أيضا هذا المبنى يقع في قلب وسط مدينة السلط، مكانيا هذا له أهمية من هذه الناحية لأنه هذا الوسط هو قلب مدينة السلط وقلب الأردن أستطيع القول، لأن من هذا المكان انتشر العمران في كل الاتجاهات، وزي ما حكينا شكل أكبر تجمع سكاني في تاريخ الدولة الأردنية. المبنى بشكل عام طبعا يعرض هذا التاريخ العريق لمدينة السلط، وهو من ضمن المباني المرشحة على قائمة التراث العالمي. طبعا احنا رشحنا 22 مبنى، ومتحف السلط التاريخي هو من ضمن هذه المباني وأكبر مباني مدينة السلط. دكتور، رسالة منك الآن إلى كل الأعزاء المشاهدين لزيارة مدينة السلط محافظة البلقاء وتحديدا متحف السلط التاريخي. طبعا هاي دعوة مفتوحة إلى كل المراكز وكل المدن الأردنية وحتى لزيارة هذا المتحف والتمتع بزيارة مدينة السلط لما تحمله هذه المدينة من تاريخ عريق. طبعا شكلت طبعا هذه المدينة، وطبعا يعني مدينة السلط هي زي ما حكينا هي بالفعل مدينة مميزة، مدينة الحجر الأصفر، هذا الحجر الذي يزين جبال مدينة السلط، وهي طبعا مميزة في كثير من الأمور، وهي المدينة الأوائل زي ما احنا بنعرف والكل بيعرف طبعا مدينة العراقة والتاريخ. يعني أنا دكتور بدي أشكر تواجدك معنا لهذا الصباح وأيضا معلومات رائعة عن متحف السلط التاريخي وعن مدينة السلط التاريخية والأثرية والمكان اللي موجودة في تاريخ الأردن. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية، بنرحب بكم مرة أخرى لزيارة هذه المدينة العريقة بأهلها وناسها وتراثها. شكرا لكم، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، يعني احنا دائما معكم من كافة محافظات المملكة وكافة مدن المملكة، احنا اليوم معكم من محافظة البلقاء وتحديدا من مدينة السلط. يعني بنحاول نبين الموقع التاريخي والأثري والديني والسياحي في كافة مواقعنا الحبيبة في مناطقنا محافظاتنا الحبيبة. احنا الآن معكم راح نكون بعد قليل بموقع آخر من مدينة السلط، موقع جدا جميل وموقع جدا رائع وبيفتح النفس. يعني أي حدا بيحب الخبز الطابون يظل معنا اليوم ويتابعنا على قافلة يوم جديد. راح نكون معكم بمخبز للطابون مشهور بمدينة السلط والخبز الطابون الأصلي. طبعا مخرجنا الرائع أيضا حسين التيم حط لنا أغنية على طريق السلط، الآن أنا قاعد بسمعها بجوز. كل الشكر حسين، وأيضا الآن راح أجي لزملائي في استوديو برنامج يوم جديد لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد. رعد، يعني أول إشي يعطيك ألف عافية، أنت أساساً شاهدنا بهالمناظر الحلوة اللي عم تشوفها واللي عم تنقلنا فيها بكل حلقة لمكان جميل من مناطقنا الجميلة في أردننا الحبيب، لكن كمان بدك يعني تورجينا خبز الطابون، صحة وهنا، بس أكيد رح تشاهينا كلنا.